حلقتنا اليوم نستقبل بوحدنا سي حسني بوفيدن رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس. مرحبا بك سي حسني، نهارك طيب. عسلامة. مرحبا. حبيت نصلحك، انا مانيش حسني بوفيدن. غيرته للمرة الثالثة. مرحبا. هو ما يسلم عليكم، هو مشغول شوية، عنده التزامات طارئة. أنا نجيب القرافي، مدير العام للجامعة التونسية للنسيج والملابس. مرحبا بك سي نجيب. مرحبا بك سي نجيب، يعطيك الصحة على الحضور. إن شاء الله يكون المانع خير على كل، أنه ما نجمش يكون موجود بحضير. خير. الحمد لله. باهي، احنا سعداء جدا أنه نستقبلوا قطاع النسيج بحضير، على خاطر قطاع مهم جدا الحقيقة. الأرقام من بعد سنوات الثورة تراجعت، وحكينا برشا على خطر يهدد القطاع هذايا، لكن اليوم نلقاوكم موجودين بصالون مهم جدا، نتحدثوا على التشغيل في قطاع النسيج، هيت نعطيو عليه اكثر تفاصيل. تحب نحكيو التفاصيل على الصالون ولا على القطاع؟ اي هيت ناخذوا على الصالون بعد نص وحدتنا على القطاع. الصالون هي مبادره الحق، احنا الجامعه الجديده هذه توا ان شاء الله بعد بضعة اسابيع نعملوا سنه اولى نتاع خلق الجامعه هذه وبعث الجامعه الجديده هذه. احنا هذه بادره من تمثيليتنا الجهوية بولاية المستير. احنا في كل جهة عندنا إدارة جهوية للجامعة هذه، مكتب جهوي. المكتب هذا احنا ولاية المستير تعرفوا اللي هي ولاية مشهورة ياسر بالتكستيل بالنسيج والملابس. هي تضم تقريبا 500 مؤسسة، تقريبا ثلث نتاع المؤسسات الموجودة في البلاد. من بين الصعاب اللي تشكوها للمنطقة هذه هي عدم توفر اليد العاملة. فصارت مبادرة بين وكالة الوطنية للتشغيل وجامعتنا في الجهة في ولاية المستير بإعانة من مكتب التعاون الألماني. فقلنا كيفاش، قمنا بدراسة باستطلاع. استطلاع هذا شمل 270 مؤسسة. شعتها الاستطلاع هذا أني هل 270 مؤسسة مستعدة غدوة تنتدب على الأقل 7000 عامل. أيوة. وعاملة. منهم 1200 إطارات عليا، وهذوما ماهوش موجودين على الساحة. فبالنسبة للإطارات العليا، ال 1200 هذوكم باش نوفروهم، التجأنا إلى المكتب التشغيل، المكتب الجهوي التشغيل، اللي خرج بلاغات وخذا الناس اللي عندهم شهيد من قطاعات أخرى لإعادة تأهيلهم لريكونفيرسيون تاعهم. فشمل هذايا تم 380 صاحب شهادة عليا اللي استجابوا للطلب هذا ودخلوا في المسلك لإعادة التأهيل. بدينا بتدريب على لي سوفت سكيلز، العالمية، الإنجليزية، الثقافة العامة. ترى كملوا التكوين في الميدان هذا، واحنا نهار 15 هو باش يكون محاولة ملائمة بين العرض والطلب. تم على الأقل 80 مؤسسة اللي استجابت وجات باش تقابل ها 380 شاب لانتدابهم، خاطر عندنا عدة اختصاصات. عندنا 6 اختصاصات تقريبا. هذه بادرة حلوة ياسر وطيبة ياسر. احنا تجربة أولى. هي مشجعة لحد الآن، خاطر ثم بعد ما خذينا 380 ثم على الأقل 200 مطلب جديدة نتاع عبروا على رغبتهم في انهم يتلقاوا التكوين التكميلي هذا. حاجيات اليد العاملة بالنسبة ل 270 مؤسسة. كي نعرفوا المستير في درجة 500 معناها الرقم راهو أكثر من هذا برشا. احنا باش نرجعوا نحكيوا سامحني سي نجيب على 7000 هذوما، ورقم مهم جدا اليوم. قداش أنتم طالبين معناها تشغيل في الوقت اللي اليوم عندنا أزمة نتاع بطالة في تونس؟ تو نرجعوا بعد منين تجي الأزمة هذه وشنو مشكلة، لكن عندنا تقرير من إعداد زميلتنا حنان بوربيع نشوفوه ثم نرجعوا نواصلوا حديثنا في البلاتو. في العوام الأخرى برشا صعوبات يواجهها قطاع النسيج والملابس أدت إلى خسارة أكثر من 50,000 موطن شغل، ليصل عدد العاملين في القطاع إلى 161,000 بعد ما كان يعد أكثر من 210,000 يد عاملة. وتتصدر مؤسسات القطاع قائمات المؤسسات الصناعية المشغلة للنساء، وتمثل العاملات فيه نسبة 85% من مجموع اليد العاملة. وتراجع عدد المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس في الخمسة سنوات الأخرى من 2100 إلى 1672 مؤسسة، وذلك بسبب إغلاق قرابة 500 مؤسسة لأبوابها. أما اللي مازالت تخدم عندها ديون بقيمة أكثر من 300,000 دينار.
الإحصائيات تأكد أن المنتجات التونسية من الملابس الجاهزة ما عادت تمثل كان 15% مقابل ارتفاع المنتجات الأجنبية ل 85%. ومن أهم أسباب تراجع القطاع هي الاضطرابات الاجتماعية، الفريب، المنتوجات المقلدة اللي أغرقت السوق، والتوريد العشوائي للسلع اللي أدى إلى ارتفاع الواردات من الملابس الجاهزة إلى نحو 3%، والمنافسة الشديدة من المنسوجات الآسيوية للمنسوجات المحلية خاصة في الأسواق الأوروبية، حيث تراجعت الصادرات التونسية من الملابس بقرابة 12%. الحكومة قدمت إجراءات لإنقاذ القطاع ودعم قدرته التنافسية، أهمها هيكلة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدة 7 سنوات، هيكلة الديون الضريبية على مدى 5 سنوات، تقديم منح الاستثمار للمؤسسات في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية، رصد اعتمادات إضافية بقيمة 5.4 مليون دينار لمركز النهوض بالصادرات للقيام ببرنامج ترويجي لقطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية خلال الفترة 2017-2019. وفي الفترة الأخيرة يبدو أن الإجراءات هذه بدأت تعطي في أكلها، على اعتبار أن النتائج الأولية للحسابات المتعلقة بالثلاثي الثاني من سنة 2018 تبين نمو قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 6.2% حسب معطيات نشرها مؤخراً المعهد الوطني للإحصاء. زميلتنا حنان تقدم لنا في التقرير برشا أرقام في علاقة بقطاع النسيج. نرجع في البلاتو نواصل معك حديثنا سي نجيب. قلنا أنه قطاع الحقيقة عرف صعوبات عديدة، ذكرت منهم برشا زميلتنا حنان في التقرير، خاصة في السنوات الأخيرة. هيت نرجع معك، احنا اليوم نحكيه على 7000 موطن شغل، لكن هذا كان ينجم يكون ممكن أكثر بيسر إذا كان حافظ على عافيته قطاع النسيج. هيت ناخذوا شنو المشاكل اللي عندكم في القطاع اليوم، وشنو أكثر الحاجات اللي موجودة في قائمة الأولويات يلزمنا اليوم نعالجوها في القطاع؟ شكراً. هو التقرير يعطيكم الصحة في التقرير، إنما بدأ بصورة قاتمة للقطاع. قطاع كان فيه كذا تحت كذا كان فيه. والله أنت كيفاش تشوف الكاس محبي ولا أنتوما كيفاش تشوفوه؟ مش المهم احنا، المهم أنتوما كأهل القطاع كيفاش تشوفوه؟ لا لا بس ثانياً 7000 موطن شغل كما قلنا، هذه أنكيت كي أبورتي تناولت بالدرس 270 مؤسسة على 500 في ولاية المستير. القطاع اليوم عنده حاجيات سنوية من 10000 ل 15000 موطن شغل على مستوى البلاد. بلاد اللي فيها 600000 بطال. مشكلة مشكلة ملائمة الطلب والعرض. الطلب والعرض. ثانياً قطاع صحيح، أنا عندنا قطاع راهو نفتخروا به، كان القطاع هذايا من 2004 و2005 يمثل 50% من اقتصاد البلاد، 50% من المؤسسات، 50% من العمال، 50% من دخل العملة الصعبة المتأثرة من الصادرات. صحيح تقاقر القطاع، تقاقر علاش؟ عدة أسباب. ثم هو القطاع أخذ زوز مر بزوز صعوبات. صعوبة اللي هي خارج علينا، اللي تغيير شروط التبادل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي. احنا تعرفوا القطاع يضم أكثر من 90% من مؤسسات مصدرة، ومصدرة أكثر من 95% للاتحاد الأوروبي. السوق هذه فيها 500 مليون مستهلك. احنا وصلنا في 2004 تونس تكون رابع مزود لأوروبا. وكان نحسبه صادرات حسب عدد السكان، احنا الاولانيين في العالم اللي نصدروا لاوروبا. هذا يتواصل للرقم، هذا القياس يتواصل حتى سنه 2014. اذا قطاعنا كان تبدلت المعطيات وتبدلت شروط التبادل بيننا وبين الاتحاد الاوروبي. هذه يسميوها شروط المنشا، لي ريغل دوريجين، قواعد المنشا، وتنحات اتفاقيات متعدده الالياف. دخلنا في منافسه مباشره مع البلدان الاسيويه، لا محاله، صعبت علينا الامور. اما من بعد لقينا رواحنا، لقينا التوقعات اللي ترجع لنا. احنا ما نجموش ننافسوا البلدان الاسيويه في كل ما هو اسوام بخسه، في كل ما هو طلبيات كبيره. أما
احنا خير منهم في كل ما هو موضه، في كل ما هو فاست فاشن نسميه التزويد السريع. انتم تشوفوا تو قبل كي كنا صغار كانت عندنا تشكيلة الصيف وتشكيلة الشتاء. كل واحدة واحدة. كوليكسيون ايفير كوليكسيون ايتي. توا وصلنا العلامات المشهورة عالميا تعطي الملابس الجاهزة كل ثلاث أسابيع يغيروا التشكيلة. ما عادش هذه ثم درجة من 9 ل 11 تشكيلة في العام. دو ناف ا 10 كوليكسيون. كوليكسيون باغون. دونك هذه تتطلب أنه تزود لو سورسينغ دو بروكسيميتي الفاست فاشن. احنا هذا خير من البلدان هذيك. تبقينا اذا كان ثم طلبيات بالاف ومئات الالاف هما ارخص منا خاطر اذا دخلنا في منافسه مباشره. من 2007 نقصت تقاقرنا شويه ما معناها عدينا سنوات ومن بعد بدينا نرجعوا 2011 رجعنا. مع الاسف انه بعد الاسباب اللي ذكرتهم في التاريخ في التقرير من 2011 بعد 2011 نظرا للاسباب الموضوعيه اللي في تونس ونظرا لاسباب اخرى زاده مع السوق الاوروبيه انه تقهقرنا حتى 2017 وهنا خسرنا 400 شركه خسرنا 40,000 موطن شغل صحيح. اما اللي كان بدينا به انه نقولوا القطاع تعافى ابتداء من 2017 رجعنا نعرفوا انتعاشه اليوم في قطاع النسيج انتعاشه وبدايه التعافي من السداسيه الثانيه من 2017 اللي تزامنت مع بعث الجامعه الجديده هذه تزامنت مع القرارات اللي اخذها المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 1 جوان 2017 واللي بدات كما قلت تعطي اكلها. اذا لاول مره منذ 2012 نرجعوا ثم التطور في الصادرات، ثم التطور في الاستثمار، ثم التطور في خلق مواطن الشغل. ولا بدايه التعافي هذايا تاكدت من خلال الارقام تاع السداسيه الاولى ل 2018 اللي رجعنا ورجعنا بقوه وخاصه على السوق الاوروبي هذيك سوقنا الطبيعيه. اي اللي تقريبا على العشره مزودين الاولانيين تاع السوق الاوروبيه تونس تكاد تكون الوحيده اللي تحسنت وضعيتها. أي. اللي سجلنا تحسن معناها تو كي تشوف مقارنه بالصين بتركيا بالمغرب بنغلاديش بفيتنام احنا الوحيدين على العشر الاولانيين رغم اللي السوق الاوروبيه في نزول في انخفاض. تصور معناها السوق تشهد صعوبات ومع هذا احنا حققنا ارتفاع بالرغم من المشاكل كل قاعده تصير. اذا الارقام كلها تنبي اللي ثم تحسن. احنا مشكلتنا في اليد العامله تو. انا بالضبط كنت باش نرجع بك لموضوع التشغيل اللي هو موضوع السالون اللي كنا نحكيو فيه قبيله سي نجيب. اليوم تقول لي معناها حسب دراسه قمتوا بها المطلوب على جمله 500 مؤسسه، انتم عملتوا الدراسه على 260، تقول لي فما 270، تقول لي فما 7000 موطن شغل اللي هو مهم جدا الرقم في منطقه معناها كيما المستير. اليوم شنو اللي فما؟ انت قلت لي قبيله فما مشكل ما بين العرض والطلب، قداش عندكم قطاعات اليوم مطلوبه المؤسسات نتاعنا ما بين جامعيه وتكوين وغيره ما توفرهاش، شنو الاختصاصات اللي عندكم فيها نقص كبير اليوم؟ والله هي ثم عده مستويات، مستويات المؤهل المهني بي تي بي وهذوك ما عادش هي ثم مشكله زاده انه مع الاسف ثم القطاع يشكو صوره اللي تشوهت شويه. تشوهت علاش الصوره تشوهت؟ خاطر مع الاسف الاعلام ساهم فيها وساهمت فيها اللي بنات المعمل اللي معامل الخياطه ما فيهاش مستقبل اللي القطاعات الاخرى تخلص خير وهذا بالتاكيد واحنا تو قادمين على دراسات باش نقوموا بمقارنات اللي مش صحيح اللي القطاع هذا ساعه مشغل قطاع معناها مشغل متفاهمين فيه لكن باي ظروف سي نجيب معناها اللي يحكي على بين ظفرين بنات المعمل ديما يتحدث على ناس تقوم بكري ياسر وتروح مخر ياسر ساعات عمل عديده مقابل اجر شويه هذا قداش فما منه في الواقع اليوم؟ اولا هذا القطاع هذا اذا كان 90% معدل التصدير تصدير ماركات عالميه والماركات العالميه ثم رقابه في تونس اما هي عندها رقابتها الخاصه الماركه الفلانيه ما يساعدهاش باش المنتوج نتاعها يبدا الاتيكيت ويجي يصورها واحد اللي يصنعوا فيه الناس ما يقصوش بالكدا ولا قاعدين تحت حيط ولا في ظروف مش ما الساعه اذا كان ثم قطاع يحترم شروط
مجبور عليه، مش حتى مش اختيار، شروط السلامة المهنية ولا ظروف العمل هو القطاع هذا، خاطر معد اكثر من 90% للتصدير. أي. والماركات العالميه ما تلعبش. احنا رينا برشا فضايح صارت خاطر جاوا صوروا لقاو ولاد صغار 10 سنين يخدموا في القطن في قطنيات نتاع كذا. اي في القوانين متفاهمين سي نجيب، اما زاد اللي معروف انه الماركات العالميه تجي تنتصب في تونس مش على معناها هكا حبت تعمل معنا حاجه باهيه، تجي تنتصب على خاطر زاد معروف اللي اليد نتاعنا العامله رخيصه. لا مش رخيصة، سامحني. احنا نعطيك مثال، احنا اكثر من 30% من صادراتنا تجين. اي احنا الجين نتاعنا المعدل نتاعو يتصدر على البلدان العشرة ماركات العالمية الكبار الكل يصنعوا في تونس. اي ومعدل الجين بين 14 و 16 يورو تم اللي فوق يخرج من تونس. اي احنا ما نجموش ننافسوا البلدان الاسيويه اللي اقل من 10 اورو والبلدان اللي مشابهتنا على البحر الابيض المتوسط اللي من 10 الى 12. اي كما تركيا كما المغرب، احنا معناها نجم نقولوا في البريميوم في ماناش رخيص. احنا غاليين، انما عندنا راهو ما نحكروش روحنا، عندنا تخلقت عندنا تجارب، تخلقت عندنا سافوار فير نو هاو مثلا في الجين مش موجود في البلدان، احنا مش خلقناها احنا. أي. احنا بحكم قربنا مثلا في الجين توا قيمه الجين ما عادش في خياطته وتركيبه في تقطيعه وتريشه هذيك خذيناها تكنيك الايطاليين اللي كانوا هما الاولانيين فيها. أي. احنا بحكم قربنا وتعاملنا وشراكتنا وبرشا مؤسسات ايطاليه في شراكه مع مؤسسات تونسيه خذينا السافوار فير هذاك اللي مش موجود، دونك ما نحكوش يعني مش على خاطر خاص، لا خاطر هو خاطر نضمنوا زاده كاليتي مقارنه بالاسواق الاخرى. والاسواق الاوروبيه راهي ما عادش تنجم تتزود كما قلنا بكميات كبيره من مناطق بعيده، لو سورسينغ دو بروكسيميتي التزود القرب القرب التزود، واحنا من احسن البلاد البلدان البلدان المتاخمه الأورو المتوسطية هذه اللي معناها عندنا الإمكانية أنه رغم الهنات ورغم مشاكل الإدارة ومشاكل البرد ومشاكل احنا معناها خير من غيرنا ونوصلوا أنه معناها نستجيبوا للطلبيات في أقل من أسبوع. يجيك الطلبية أسبوع من بعد تبدأ معلقة في الفترينة في ميونيخ ولا في باريس ولا في روما. واضح. دونك عندنا راهو صحيح احنا بلد معناها محافظين على اسعارنا معناها، اما راهو المنتج راهو مش كله يدعمنا رخيصه ولا احنا يستجيبون على خاطر كما قلت لك القرب. أي. وعلى خاطر زاده عندنا مهارات وعندنا كفاءات كبيره ياسر. هيك نرجعوا كنا نحكيوا على التشغيل وقلنا وين المشكل اليوم، انه فما اختصاصات مطلوبه لكن في معناها طالبي الشغل ماهيش متوفره حسب الشهائد نتاعهم وحسب الحاجات اللي يكتسبوها حتى من خلال لي فورماسيون والتكوين وغيره. شنو اللي انتم مطلوبه عندكم اليوم ما تلقاوهش في اليد العامله التونسيه؟ والله اليد العامله التونسيه ماهيش بالنسبه بالطبيعه قلت لك احنا حكايه صورة صورة معناها باش يمشي الشاب ولا الشاب مقطع التعليم من الخرج ولا ماشي قابل على التكوين المهني يمشي الاختصاصات أخرى ويبعد على الاختصاص هذا. نظرا للصورة احنا الإجراءات اللي أشرت لهم أنت من قبيلة من بين الإجراءات هو تحسين صورة القطاع لدى الرأي العام حتى البنوك راه لقينا عندهم رأي نتاعهم أنه القطاع هذايا ما في أزمة بعض الإدارات ثم عمل كبير قوموا به مع وكالة النهوض بالاستثمار والتجديد من أجل وتشوفوا في الإعلانات أنه معناها راهو قطاع بالعكس واعد قطاع احنا العامل البسيط ينجم يتدرج بعد 5 سنين يفوت 1000 دينار أجر إذا كان يتدرج ويطلع مونيتريس ويطلع. صحيح ثم بعض المصانع ثم بعض الظروف ما زالت ما خلطتش، أما نحكموا على الأغلبية ظروف العمل الباهية الوعود والمستقبل ينجم يوفر معناها ايفولوسيون دو كارير معناها تدرج في بالنسبة للشبان خارق العادة. احنا
ماشيين كنا قطاع نتاع مناوله اللي ما كانش يشغل المجازين والاصحاب الشهايد، توا ماشيين اللي نبيعوا اكثر في الـ في النو هاو في البرودوي نتاعنا، ما عادش نبيعوا في دقائق العمل بركه، توا نبيعوا الخبره والكفاءه. اذا ماشيين نسبه التاطير قاعده تطلع. أي. القطاع هذا حقيقه واعد، وانه بالنسبه للشباب وهذه فرصه تفضلوا يجوا شوفوا. احنا قاعدين قايمين بعمل مع مراكز التكوين المهني، مع وزاره التكوين والتشغيل، عندنا اتفاقيه باش تمضي تقريبا، وبدينا العمل مع مراكز التكوين المهني في وكاله التكوين المهني، بدينا العمل مع مدرسه المهندسين في المستير، وبشكورين وزاره التعليم العالي مشاو معنا في اعاده تكييف البرامج واعاده الاختصاصات باش تتلائم اكثر مع سوق الشغل. اي احنا زاد عندنا في بعض الجامعات في تونس عملنا اختصاص الماستر كو كونستروي اللي باش يوفر اختصاصيين في التسويق وفي التسويق الالكتروني للقطاع. على مستوى السوق الداخليه زاد عندنا تبارك الله تو عندنا مشكله نتاع مؤسسات اللي معناها في الاسعار وفي الجوده الظاهر خير، ما كانش خير من العلامات العالميه. نعرفوهم كلهم مش لازم نسميهم. تبقينا ان شاء الله التونسي ما يخممش الغالب ثم السنوبيزم، انا نلبس الماركه الفلانيه اللي موجوده في باريس وموجوده في ستوكهولم. مازال عندنا العقليه هذه سي نجيب، انه التونسي اليوم ما يقبلش على ماركه تونسيه في الوقت اللي يشري ماركه عالميه مصنوعه في تونس بنفس الكفاءات ونفس القدرات. عنده الحق، خاطر في وقت من الاوقات تحت الجوده والاسعار كانت. اما توا الماركات اللي عندنا ما عندهم حتى مركب بالنسبه للماركات العالميه. ثانيا وزارة التجارة ورئاسة الحكومة مشكورين، نظمنا القطاع خاطر كانت التوريد كان فيه شوية ضرا بالقطاع اللي يشتغل على السوق المحلية. بالنسبة للإجراءات هذه اللي اتخذتها من رئاسة الحكومة، حاولنا نرشدوا الواردات. احنا ما قلناش نسكروا الواردات، انما نرشدوهم، نحطوا منافسة متكافئة بين السيد اللي يجي ويبيع السوق المحليه والسيد اللي يصنع في تونس للسوق المحليه. في التقرير حنان اشارت حتى للفريب، معناها اليوم محلات الفريب اللي موجوده في كل نهج ساعات تلقى حتى كبيرة. اكثر من حانوت. معضله كبيره. احنا اولا قانون الفريب ماهوش مطبق كما ينبغي، احنا ناديو بتطبيق القانون مش بتسكير الفريب. الفريب تجعل الوقت تجعل بالنسبه للشرائح الاجتماعيه الطبقه الضعيفه. شكون يشري اليوم الفريب؟ بالعكس اليوم الفريب ولا اسعاره خياليه. واقفه وتلقى بي ام واقفه والفريب قبل كانت حشاك تربش وتلوج قطعه، تو ينجم يقول لك هذه في التاي كذا وهذه في اللون كذا. صفحات اليوم فيسبوك تبيع في الفريب ومحلات منظمه. احنا ضد الفريب، فريب ثم قانون اذا كان طبقوه واذا كان يتجه للشرائح المجتمعيه الاجتماعيه الضعيفه، هذا حتى حد ما يتكلم فيه. انما تم تجاوزات عديده، ثم قانون مش مطبق. احنا عندنا الفريب وعندنا المنافسه غير الشريفه بالنسبه للماركات العالميه، وعندنا ايضا السكتور انفورمال السوق الموازيه. السوق الموازيه اللي الناس كل تعرفها في كل القطاعات. شكرا لك سي نجيب، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو على كل التوضيحات. تفضل. احنا نهار 16 ديسمبر في المستير نحتفلوا بعيد ميلاد الاول لجامعتنا، فدعوه لكل من يهمه الامر يتفضل بحضنا في المستير يحتفل معنا بالسنه هذه، باش تكون الاحتفال وباش تكون ان سيمينار بيلون، معناها اش عملنا في عام، عملنا برشا حاجات. ان شاء الله موافقين يا سي نجيب، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، يفضلك يعيشك، ميرسي بوكو. احنا كنا قبيله نحكيو على التكوين المهني، زميلتنا زاده حنان حضرت التقرير في الموضوع هذايا، نشوفوا ناخذوا فكره اكثر على القطاعات المطروحه والتكوين المهني في تونس، ومن بعد نرجعوا ناخذوا مع حسام الاجندا وبعد النشره الرياضيه نتاعنا. خليكم معنا مكملين حتى الماضي الساعه. سنويا يقبل حوالي 25 ألف شاب من 16 سنة فما فوق على مراكز التكوين المهني،
وتتمثل منظومة التكوين المهني في تونس في 137 مركز عمومي تابع للوكالة الوطنية للتكوين المهني، 60 مركز عمومي تابع لعدد من الوزارات كما الفلاحة والسياحة والدفاع الوطني، و200 مركز تكوين مهني خاص. أما عن الاختصاصات فيبلغ عددها 372 اختصاص موزعة على 12 قطاع، غير أنه عدد من الاختصاصات سجلت في السنوات الأخيرة تراجع ملحوظ في عدد الشباب الراغبين في الحصول على تكوين فيها، وهي للأسف الأكثر طلباً لليد العاملة في سوق الشغل في تونس ومطلوبة برشا في الخارج، وهي قطاع السياحة والصناعات التقليدية والنسيج، قطاع الجلود والأحذية، قطاع البناء وتوابعه وخصوصاً اللحام، وقطاع الفلاحة. قطاعات توفر سنوياً قرابة 10,000 موطن شغل، ولكن ينفرها الشباب لنقص التثمين للمهن هذه في المجتمع التونسي حسب ما أثبتت نتائج دراسة أنجزتها وزارة التكوين المهني والتشغيل. وبالعكس نلقاو الشباب يقبلوا وبصفة مكثفة على اختصاصات مش مطلوبة في سوق الشغل. ولتحفيز الشباب طالب التكوين للإقبال على قطاعات البناء والنسيج والفلاحة، وزارة التكوين المهني والتشغيل أقرت بداية السنة التكوينية الحالية إسناد منحة شهرية بستين دينار لكل متكون. ديما نختموا معاكم البلاتو نتاعنا في تونس بالاجنده الثقافيه والمواعيد نتاعنا وكيف كيف بالرياضه مع زملائنا من مصلحه الرياضه. يرجع بحضينا حسام ويجي بحضينا سامي بوعزيز. نهاركم زين الاولاد من جديد. مرحبا. مرحبا مره اخرى. مرحبا. باهي قبل ما ناخذوا الاجنده هات نعملوا طلع على صبر لارا اللي موجود على صفحتنا اليوم في البرنامج. سالناكم على صفحتنا اليوم بسعر الزقوق اللي موجود، حسام يقول لي وصل حتى 26 دينار في الاسواق، احنا المعلومه اللي عندنا 23 دينار. على كل ما 23 دينار 26 دينار ماهوش فرق كبير، الاسعار مرتفعه، هل تقبلوا على زقوق والا لا وتستهلكوه والا لا؟ اعطينا الاجابات كيفاش كانت اليوم. انا سنداج حطيته قبل البرنامج بشويه، عندنا لحد الان 141 فوت، 141 تصويت، فما 125 قالوا لا ما نشريوش، وفما 16 قالوا نعم نشريو. انا ناكد لك اللي زعما يقاطعوا معناها بالحق الناس اللي تقول لي يقعدوا يشدوا صحيح للاخر ما يشريوش. كيما عدد كبير مثلا برشا يقول لك لي انا مش نشري بعد العيد يشري وبعد يشري خاطر وفي المقابل زاده فما ناس تلتزم وتشد صحيح وتقول لي خليه معناها ما نشريش. ان شاء الله ان شاء الله الضغط هذايا يجيب من بعد تراجع في الاسعار. على الاقل عملوا الضغط عمل الضغط عملوا في الزقوقو كان ادى في الاخر انه برشا الناس معناتها طيحوا الاسواق نتاعهم. صحيح الحرفه معناتها الناس اللي قاعده تبيع في الزقوقو الناس اللي قاعده تجمع فيه خاطر بالحق في مجهود كبير. نتذكر وقت جي في تي ار على كيفاش يلموه وينقيوه وينظفوه في خدمه كبيره. في برشا خدمه. اما زاد اما هو المشكل اللي هو من عند الناس اللي تعبت ولمت وراه ما يتباعش غالي برشا معناها. نحكيو على سعر اقل من 10,000 برشا نقع ب 6,000 الكيلو ب 5,000 الكيلو بعد وصل المواطن توصلنا كان بعد ديما فما القشاره في الثناء ديما القشاره موجودين بارتو راهو في المجالات الكل وفي المواد الكل. هذايا كان بالنسبه لصبر الاراء. هات ناخذوا فكره على الاجندا وين نجمو نمشيو بعد ما فات الجي سي سي. ايفيكتيفمون باش نحكيو توا فين نجمو نمشيو بعد ما فات الجي سي سي. ما الجي سي سي راه مش في نابل نمشيو لنابل بعد في استعدادات لنابل. توا باش نحكيو على الجي سي سي اللي تبدا اليوم في نابل على تقعد نهارين اللي بشارة فيه بعض الافلام التونسيه والافلام اللي تعرضت سواء في الجي سي سي هذه او في الجي سي سي الاخرى نتاع عمناو نحكي اللي هي طريقه اخرى باش تقرب السينما للجهات. فضاء نيابوليس بنابل هو اللي باش يحتضن الافلام اللي موجوده الكل واللي ستعرض. واليوم باش تلقى زاده كيف كيف ورشات على هامش المهرجان تتعلم فيها كيفاش تكتب سيناريو، تتعلم كيفاش تاخذ الكادر نتاع الكاميرا، تتعلم كيفاش تعمل مونتاج، تتعلم كيفاش تعمل بريز دو سون. معناتها نابل جهه نابل اللي خرجت برشا من السينمائيين المعروفين واكيد راه باش يكون عندهم اضافه كبيره بالنسبه لاولاد جهتهم. نمشي نرجع طول العاصمه باش نحكيو على فضاء التياترو اللي يحتضن اليوم حفل اسمه براس من نحاس اسمهم هك. معناتها هو طريقه باش جودمو هك على السيمفونيك دو كارتاج اللي هما باش يكونوا عندهم حفل اليوم مع 7:30 بفضاء التياترو بالعاصمه. من بعد نمشيو للاي اف تي المعهد الفرنسي بتونس اليوم باش يكون فما عرض في اطار نوفمبر الرقمي مسمينه هكا في فرنسا في المعهد الفرنسي بتونس. يعطيكم لونيت هذه نتاع الواقع الافتراضي وتشوف العالم كيفاه اللي هي ممكن في برشا بلايص معناتها برشا فلوس فما اسواق رمزيه وتدخل تتعرف على العالم الافتراضي كيفاه كيف تفرج في افلام اون 3 دي تلعب جو اون 3 دي تعمل فيزيت اون 3 دي اللي نتمناوها تكون موجوده في عديد
المواقع الأثرية في تونس. من بعد باش نتعداو للإنسات، باش نحكيو المرة الثانية على إنسات بريس اللي هي عملت ما يسمى بالكافي ديبا، باش يتلموا ويبداو يحكيو كل مرة على موضوع من المواضيع، واش كيفاش تكون الكريتير، يختاروا مرة لغة معينة يحكوا بها، يختاروا موضوع اللي هو التام المعين، ويختاروا ساعة معينة، وبعد الحوار يكون مفتوح بلا حتى ليميت. تظل مهمة جدا، لأنه كي نعرفوا اللي هو المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، ويعملوا نوع من الديبات كما هكا اللي هو فيه شويه فلسفه، فيه شويه ما سوسيال، فيه شويه الناحيه الاجتماعيه. هذا ممكن من الحاجات اللي ناقصينا. نتعدي من بعد باش نحكيو المره هذه على الفيلم هذا، الكتاب هذا اللي اسمه كيبروكو، اللي هو فتحي بن الحاج يحيى، اللي ممكن نعرفوه في كتاب الحي روح. ظل هذا الكتاب الجديد نتاعو اليوم يكون التوقيع نتاعو اليوم يخرج اللي نلقاوه في المكتبات. التوقيع باش يكون في مكتبه ميل يون فاي الموجوده في المرسى، ومن بعد تلقاوه موجود في عديد المكتبات الاخرين. ظل اي كتاب تونسي جديد لازمنا نعرفوا به، نخليوا الناس تستانس بالكتب. نمشيو توا لقصر العلوم بالمنسير اللي احتضن الدوره الثانيه لحفل العلوم بقصر المنسير، من بدا من 10 نوفمبر يتواصل حتى 15 نوفمبر، وفيه فما زيارات للتلامذه، نحكيو زاد على بعض المسابقات، نحكيو على عديد الورشات، نحكيو على مسابقات في الحساب الذهني وفي برشا حاجات اخرين. هذا ممكن حاجات اضافه كبيره للمنسير. من بعد نمشيو المره هذه للمعهد، معهد اللغات بتونس. شنو صار جديد في معهد اللغات بتونس؟ انه فما معهد ما تعملوا اتفاقيه توأمة مع حد المعاهد الصينيه، وباش يوليو قريوا اللغه الصينيه في تونس، معهد صيني بتونس. يظهر لي اضافه كبيره، ما ننساوش اللي اللغه الصينيه هي اكثر لغه تحدثا في العالم، سي نورمال، خاصه توا معناها حتى في السياحه ولينا نراهنوا على السوق الصينيه، دونك فما مارشي بوتنسيال موجود أكيد للغه هذه في تونس. ولو انه نطقنا حتى شويه زاد اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه وحتى لغتنا العربيه زاد نتقنوا، لانه فما خرج عنا جيل يحكي لغه ثالثه اللي هي لغه مش موجوده، معناتها لا فرنسيه لا انجليزيه لا عربيه لا حتى شيء. ودك بالميكرو مادامك في الثقافه. من بعد باش نتعديو توا نحكيو على مدينه الثقافه، وباش نحكي على ايام الروايه البرتغالية في تونس، واللي اليوم باش نبداوها بألفونسو كروش اللي هو رسام وروائي برتغالي معروف على الاخر، ممكن هو الاشهر في البرتغال. جابوه اليوم باش يكون يفتتح ايام الروايه البرتغاليه في تونس، وباش تكون اليوم نلقاو في مدينه الثقافه هذه ممكن اللي باش نختم به اليوم العروض الثقافيه. سينو هذا بالنسبه للي اخترتهم، اما راهو في قاعات السينما الافلام اللي تعرضوا في ايام قرطاج السينمائيه راهم مازالوا موجودين في القاعات، نفس القاعات اللي كنا نسميو فيهم، نحكيو على الكوليزيا، على المونديال، على بي سي، على مدار كارتاج، نحكيو على السينيفوغ في الكرم، تقريبا في البلاس، في المرسى، كيف كيف في البلايص الكل مازالت الافلام قاعده تعرض. تمشيو غاديك تتفرجوا في الافلام. السينما راه ماهيش ظرفيه، راه مش بالسيزون في اللي يحب السينما، وزاد كيف كيف اللي يحب الكوره مش يتفرج كان في الدربيات هكا ولا في الماتشات الكبار، اللي يحب الكوره سبور هيك فرصه لنا نحن حتى جماعه سبور ما نلقاوش وقتها، فرصه باش نلقى وقتها بعد ما توفى هكا الضغط، خاصه انه جيت مع مباريات مهمه، دونك كان عليكم ضغط كبير. كملنا حسين، هذا كملنا بالنسبه للمواعيد الثقافيه لليوم. شكرا لك، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. نمشيو مع سامي، رجع لي الامان وناخذوا الرياضه شنو اللي فيها اليوم في النشره نتاعنا. سامي فات نعرفوا بعد التتويج بالنسبه للترجي التونسي يعني باللقب الثالث في الشامبيونز ليغ، الافراح مازالت تو حتى تو في بسويقه في تونس كاملة. نعرفوا انه الترجي الرياضي التونسي باش يدور بكاس ربيعة الابطال الافريقيه في كافه الجهات، هذه حاجه باهيه من اداره الترجي باش تفرح كافه الجماهير، خاطر ماهيش حكر وحصل على باب السويقه فقط، لانه عندها محبين الترجي الرياضي التونسي. توينا صفحه الترجي الرياضي، تو جينا صفحه المنتخب الوطني التونسي، ومازالت متواصله يعني المواجهات التونسيه المصريه. نعرفوا المنتخب الوطني التونسي فاتن كان يعني الملاعبيه تلموا نهار الاحد 16 ملاعبي يعني بملاعبيه الاطوال، ومنقوصين من ملاعبيه الاطوال، ومنقوصين ايضا من ملاعبيه اللي في الخارج الكل، على اساس انه يكتمل النصاب اليوم العشيه بوصول اخر واحد لاعب لكونتواز البلجيكي ديلان براون. نعرفوا
المنتخب الوطني التونسي بدا التحضير نتاعو يعني على بكري للمواجهه المصريه. خلينا نقولوا بصراحه ضد المنتخب المصري، تونس في المركز الاول في مجموعته والمنتخب المصري الثاني، يعني مباراه ستكون شكليه. نعرفوا حتى كان يتصرف المنتخب المصري والمنتخب التونسي نعرفوهم سيضمنوا بطاقه ترشح الى كان 2019. والمباراه هذه علاش نقول مباراه مهمه جدا بالنسبه للاطار الفني. الاطار الفني نعرفوا المنتخب الوطني التونسي بعد اقاله المدرب فوزي البنزرتي يظهر لي توا المهمه مش تكون يعني الكره في يديه مارك انزاري والمراد العقبي، يا اما يعني شوفوا الاختبار نتاع المنتخب المصري والمنتخب المغربي، لو في صوره انتصر ممكن 100% مش يكون هو الاطار الفني القادم بالنسبه للمنتخب التونسي، هو مش يشرف الرايه التونسيه في كان 2019. كان خساره عاد حاجه اخرى، ممكن البديل حاضر وقاعد يطبخ على نار هادئه بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم. فاتن عنا تصريحات ايضا للملاعبيه باش نشوفوهم شنو قالوا على مباراه المنتخب المصري والمنتخب التونسي. هو مراد العقبي نسمعوا فاتن نرجع للبلاتو. المنتخب التونسي جدير باش يكون ترتيب الفيفا 22 عالميا والاول عربيا والاول افريقيا، فمعنا في الكونتكست هذا يلزمنا نلعبوا مقابله كبيره. والجانب الثاني هي تقييميه حتى لنا احنا، نعرفوا احنا حتى الشان الرياضي التونسي للمتابعين نتاعنا الكل، الرهانات مثل هذا القبيل معناها كي نلعبوا مع المنتخب المصري ولا المنتخب الجزائري الشقيق ولا المنتخب المغربي هو المقياس الحقيقي معناها لمدى امكانياتنا ومدى قدرتنا معناها على المنافسه في مثل هذه المباريات. والمقابله الثانيه كيف كيف زاد مقابله، خاطر تعرف كي نقول المنتخب المغربي ولا التونسي ولا المصري يعني تقريبا رواد في افريقيا، واحنا اذا ننظروا البعيد ننظروا لنهائيات كاس افريقيا يلزمنا نكونوا معناها في الرباعي الاخير. حسب ما نعرفش الاسباب معناها تاع الغياب تاعي، اهم حاجه اللي هي انا رجعت قاعد نخدم مع روحي الحمد لله. نتصور اليوم اسحاق باش يكون في المنتخب جايوني باش نخدم مع روحي وباش نوري نثبت لي انا ماني عندي مكان في المنتخب. نحب ندخل في الجروب، نحب ندخل في الجو، نحب نوري الستاف شنيا عندي ومن بعد نحكي على الحاجات الاخرين ان شاء الله. هذه تصريحات كانت بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. كان اخر تصريح للاعب محمد دراجر، محمد دراجر هذا الجديد القائمه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، لاعب باتر بيرن الالماني، ملاعب صغير عنده امكانيه كبيره بصراحه، وكان لعب ايضا مع كان لعب قبل في مع المنتخب الوطني الاصغر بطوله العالم اللي صارت بالامارات، هذه اول كونفوكاسيون يعني ليكيب ناسيونال سينيور، حاجه مهمه جدا. فاتن خلينا نقولوا زاد ايضا نوه بالاصابه نتاع اسمه اصابه معز حسن اللي بصراحه بعد مردود كبير برشا في كاس العالم ضد المنتخب الانجليزي وتصدياته نتذكروها الناس الكل، يعني حتى كي رجع المنتخب التونسي نحس الاصابات مازال متواصل، ممكن تعويضه بمكرم البديري، مكرم البديري بدوره زاد ايضا تعرض الاصابه باش يغيب اسبوع، وهذاك علاش التعويض كان للشاب لاعب المنتخب الاولمبي التونسي الحارس ايمن دحمان حارس النادي الرياضي الصفاقسي، هو مشي يشد بلاصه مكرم البديري ومعز حسن الى جانب الثنائي معز بن شريفيه وفاروق بن مصفى. نعرفوا فاتن ثم حاجه المنتخب الوطني التونسي باش يسافر غدوه مع المنتخب الاولمبي، نعرفوا زاد المنتخب الاولمبي بقياده شكري الخطوي عنده مقابله وديه ضد المنتخب المصري نهار الخميس، ونهار 16 يعني باش يلعب المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب المصري سينيور، على اساس انه بعد ما يكمل بعد اربع ايام بعد المواجهه هذه باش يرجع المنتخب التونسي باش يلعب في رادس ضد المنتخب المغربي نهار 20 نوفمبر. يعني حبيت نقول لك المواجهات التونسيه المصريه اسبوع يعني مصري تونسي 100% فاتن. ان شاء الله تكون نتائج ايجابيه للمنتخب الوطني اكيد ان شاء الله، والجماهير ان شاء الله تكون حاضره. نعرفوا توا عاد ضغط نفسي باش يولي خاصه بعد الماتش نتاع الاهلي. مازال عندنا اخبار اخرى، اخبار ثاني نعرفوا فاتن لازمنا نو زاد بعد تتويج الترجي التونسي بكاس رابطه الابطال الافريقيه بديت تحضير كاس عالم الانديه اللي انطلاقتها ان شاء الله في دوله الامارات الشقيقه باش يكون من نهار 12 ديسمبر الى 22 ديسمبر، يعني مده 10 ايام بدا يعني التنسيق اللوجستيكي بالنسبه للترجي التونسي. نعرفوا خميس الدريدي كان سافر، بعثت الترجي يعني هو المسؤول على تامين المباريات خارج تونس. خميس الدريدي كان عندهم البارح اول اجتماع بالنسبه للجنه المنظمه لكاس العالم اللي صارت في الامارات بالتنسيق يعني مع سفارتنا اللي موجوده غادي بخصوص قدوم الترجي الرياضي التونسي. يعني ديما الفريق اللي يحب ينجح في مثل هذه التظاهرات يلزم يكون يحضر على بكري، وهذاك اللي صار حساب كل شيء، وهذاك اللي صار مع المكلف بالقنصليه التونسيه سي علي الشاوش، قال تامين المباريات ان شاء الله في دوله الامارات باش تكون
بشكون على بكري. نعرفوا مساله الفيزا، يعني مساله الفيزا لازم تسهيل بالنسبه للفيزا، خاطر ثم جماهير الترجي التونسي باش تنقل بكثافه عاديه، كثافه يعني عدديه كبيره برشا. نعرفوا في كاس العالم اللي صار للانديه بالنسبه لليابان وقت الترجي التونسي توج في 2011 بكاس ربيع الابطال الافريقيه كان حضور جماهيري قياسي، فما بالك انت في دوله الامارات. يعني يلزم التنسيق على بكري فاتر، وان شاء الله ان شاء الله فريق اساسا معناه في الامارات حتى عندنا جاليه تونسيه كبيره، جاليه تونسيه حتى في دول الخليج يعني السعوديه موجوده، السعوديه عمان، يعني الدول الخليجيه قريبه، واكيد باش يكون يعني الحضور كثيف. هذا حاجه باهيه بالنسبه للترجي التونسي، موتيفاسيون حتى للملاعبيه فاتر. فاتنا من الاخبار الساره، خلينا نمشوا للاخبار يعني اللي خلينا نقولوا بصراحه اخبار حزينه جدا في النادي الافريقي، خصوصا بعد ما نشوفوا على الصفحه الرسميه سليم الرياحي يعني الرئيس السابق للنادي الافريقي يرد على الاتهامات يعني اللي طلته من الهيئه المديره الحاليه، وقالوا فيه انه سبب يعني في اللي صاير للنادي الافريقي كانت من الديون اللي هي متخلده اللي خلاها الرئيس السابق للنادي الافريقي. شوف كتب على صفحته الرسميه فاتن على سرقات وسوء تصرف واختلاس. كتب حتى بعد الآن أرفع عن نفسي واجب التحفظ ذلك الحمل الثقيل الذي كنت قد التزمت به منذ تولي أمانة الإفريقي وحتى إبعادي عنها قسرا. احترمت من سبقني ولم أتطاول على أي من الرجالات التي عملت بصدق في خدمة الجمعية. كل عوائق والعقبات وحتى أخطاء غيري كنت مسؤولا عنها واجهتها كرجل. سيكون لي خطاب مطول بحر الأسبوع القادم حال عودتي من السفر، ينقل مباشرة على هذه الصفحة، أجيب فيها على كل الاتهامات وأكشف كل المؤامرات والخيانات. سأتحدث عن الاختلاسات والسرقات وسوء التصرف بالأدلة والأرقام. سأحيط الجمهور علما بكل شيء أعرفه خلال فترتي وفترات غيري أيضا حتى تقف نهائيا محاولة تعليق فشلهم على شماعتي. سأكون حاضرا للمصارحة ولطرح الحلول أيضا، لا تخلف الموعد، فقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لطي صفحة وفتح صفحة جديدة من تاريخ الإفريقي. تقريبا أسبوع صعيب جيت ذي عليه شفيت أن جيت خطر على الديون الأخيرة يعني اللي طالت النادي الافريقي، واخرها يعني خلاص تقريبا قرابه المليار بالنسبه للاعب السابق للنادي الافريقي باب ماليك توري. يعني مازالت يعني الازمات بالنسبه للنادي الافريقي، وديون كامله كي نحصروها 21 مليار، خلصوا منها 10 مليارات باش ينجم النادي الافريقي يشارك في مسابقه رابطه الابطال الافريقيه اللي باش تنطلق، ممكن باش يواجه الجيش الرواندي في اخر نوفمبر القادم في الدور التمهيدي الاول. يعني بصراحه النادي الافريقي في مسابقه كيما هكا يلزم رجالات النادي يعني يتلموا. حتى كان اخطات الهيئه السابقه ولا اخطا الهيئه هذه، ما هو الا اللي يقولوا من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. هو يقول نغلق الصفحه، انا بالعكس يدور لي هكا معناها بحوارات فيسبوكيه باش يحل صفحات جديده معناها نقاشات. قال فاتن مش نجي وان شاء الله باش نكشف برشا حاجات، وخاطر تعرف جمهور النادي الافريقي مش فاهم فاتن شنو اللي صار، خاطر كل مره تصير يعني غريبه، كل مره تجي ديون، كل مره تهدد الفريق. نعرفوا بتهديد قبل السابق لو ما خرجش النادي الافريقي ديون انه ما يشاركش في رابطه الابطال الافريقيه، وما يشاركش ايضا تخصم له في البطوله 18 نقطه تو، ولا الحديث حتى على الخصم تاع 24 نقطه بالنسبه للبطوله التونسيه، يعني بمعدل 8 مباريات 8 فوتروي قال تساوي 24 نقطه. يعني مساله بصراحه صعيبه برشا بالنسبه للنادي الافريقي هذا الصرح العظيم، ويلزمه في هذه اللحظات انه يتجاوز يعني الازمات نتاعو. نتمنى انه يكون في افضل حالاته الافريقي في المستقبل القريب. كالعاده ثم نعرفوا نادي البنزرتي، ايضا نادي البنزرتي عاني ازمات ماليه كبيره برشا. مش تقول لي تصريح انا تصريح بصراحه فات النادي الرياضي البنزرتي يعني بالظروف اللي عايشها بالمصاعب الماليه قاعد يقدم في مستوى كبير برشا في البطوله الوطنيه، يعني في المركز الثاني. بصراحه النادي البنزرتي يعني الملاعبيه نتاعو 5 أيام على التوالي يعني مضربين المطالبه بالمستحقات الماليه، تقريبا نفس الاستوانه القاعدين كل يوم نسمعوا فيها في البطولة التونسية. النادي البنزرتي ما ترناش بخصوص انه يحب على المنحة نتاع الملاعبية نتاعو، تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر ملاعبية النادي الرياضي البنزرتي ماهمش خالصين، مع هذا هما في قاعدين يلعبوا في المركز الثاني. السي عبد السلام السعيداني يعني قال اليوم انه يهدد الملاعبية ذوما، واعتبرهم بين ظفرين، يعني حركة التمرد اللي قاموا بها ملاعبية النادي الرياضي البنزرتي. لو اليوم ما يجيوش النادي البنزرتي ملاعبية النادي البنزرتي يترينوا
ممكن باش ياخذ اجراء قانوني اخر، ممكن باش يلحق الملاعبيه هذوما نتاع الاكابر الفريق الامان، والا ممكن نشوفوا قرارات اخرى من قرارات النجم نكونوا من قبيل زي عبد السلام السعيداني. بصراحه قراراته ديما غريبه وديما يطلع لنا بغريبه في البطوله التونسيه. على كل شيء انا كنت اتمنى انه معناها تكون فما حلول ماديه، معناها في الاخر الانسان قاعد يطلب بحقوقه اذا كان هو ماهوش خالص ما نجموش نلوموا عليه. هما قالوا الملاعبيه نتاع نادي رياضي بنزرتي فات الاشكال انهم يحبوا ياخذوا على الاقل المنحه نتاع اللي وعدهم بها سي عبد السلام السعيداني، منحه الفوز على النادي الافريقي ومنحه الفوز ايضا على في المباراه الاخيره ضد شبيبه القيروان. لكن سي عبد السلام السعيداني تمسك انه باش يعطي منحه واحده، وهذا ما يرضيش لا متصرحيش مدرب النادي الرياضي بنزرتي ولا ملاعبيه النادي الرياضي بنزرتي. واضح به، نتمنوا انه زاده تتحل مشاكل النادي الرياضي بنزرتي. مش عارف الاخبار كلها مشاكل اليوم. كلها مشاكل تقريبا. هذا اللي عنا في الاخبار، اخبار الرياضه اليوم. شكرا لك. نحب نذكر انه غدوه ثم مقابله منقوله على الوطنيه الاولى، مباراه الترجي الرياضي التونسي لحساب الجوله الخامسه متاخره ضد مستقبل جابس في ملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي ومستقبل جابس فيتر. شكرا لك سامي. اكيد تلقاو كل الاخبار الرياضيه والمتابعات والمباريات مع مصلحه الرياضه بالقناه الوطنيه، القناتين الحقيقه الاولى والثانيه. شكرا لك من جديد سامي، يعطيك صحه حسام. نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت كما العاده العشاء نتاع الصباح. ضيوف اخرين، اكتواليتي وثلاثه سوايع من المتابعات. خليكم معنا على القناه الوطنيه. الشهيه طيبه في الامان.